خلينا نبدا كالمعتاد باهم الاحداث اللي حصلت امبارح. سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي تبادل التهنئه مع ملوك وزعماء العالم العربي والاسلامي بمناسبه حلول شهر رمضان المبارك. واجرى الرئيس السيسي اتصالا هاتفيا مع الشيخ محمد بن زايد ال نهيان رئيس دوله الامارات العربيه المتحده، والرئيس قيس سعيد رئيس الجمهوريه التونسيه، والشيخ تميم بن حمد ال ثاني امير دوله قطر، والعاهل البحريني الملك حمد بن عيسى الخليفه. وخلال الاتصال تم تبادل التهاني والتمنيات الطيبة بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم. تبادل الرئيس عبد الفتاح السيسي التهنئة مع ملوك وزعماء العالم العربي والإسلامي بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، وأجرى الرئيس اتصال هاتفي مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، وتبادل الزعيمان أطيب التهاني بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم، داعين الله العلي القدير أن يعيد الشهر المعظم على البلدين والأمتين العربية والإسلامية باليمن والخير، وأن يديم على شعبي مصر والإمارات الشقيقين الأمان والازدهار. امبارح أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصال هاتفي مع الرئيس قيس سعيد رئيس الجمهورية التونسية، وتبادل الرئيسان أصدق التمنيات بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، سائلين الله عز وجل أن يجعل في هذا الشهر الكريم الخير والسلام والرخاء للشعبين المصري والتونسي الشقيقين وللأمتين العربية والإسلامية. امبارح برضو أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصال هاتفي مع الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، وتبادل الزعيمان التهاني بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم، متمنين أن يعيد الله سبحانه وتعالى هذا الشهر الكريم على البلدين الشقيقين والأمتين العربية والإسلامية بالخير والازدهار، وأن يديم الأمن والاستقرار على جميع الشعوب العربية ويتقبل منهم صالح الأعمال في هذه الأيام المباركة. امبارح أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصال هاتفي مع العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى الخليفة، وتبادل الزعيمان التهاني والتمنيات الطيبة بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم، داعين الله سبحانه وتعالى أن يتقبل صالح الأعمال في هذا الشهر وأن يديم الخير والبركات على الشعبين الشقيقين ويحفظ الأمتين العربية والإسلامية ويرزقهم الأمن والاستقرار. امبارح أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصال هاتفي مع الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد، وتوجه الرئيس بالتهنئة للرئيس العراقي بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم، متمنيا للشعب العراقي الشقيق دوام الأمن والرخاء، وهو ما ثمنه الرئيس العراقي، داعيا الله عز وجل أن يعيد الشهر المعظم على البلدين الشقيقين بالخير واليمن، وأن يحفظ الأمتين العربية والإسلامية ويرزقهما البركة والازدهار. امبارح أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، وتم تبادل التهنئة بحلول شهر رمضان المعظم والإعراب عن التمنيات بأن يعيد المولى عز وجل هذه الأيام المباركة على الشعبين الشقيقين بالخير، وأن يشمل بكرمه الأمتين العربية والإسلامية ويرزقهما الخير والازدهار. أيضا امبارح تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصال هاتفي من الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة تبوك بالمملكة العربية السعودية، اللي قدم التهنئة للرئيس بحلول شهر رمضان المعظم، داعيا الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على البلدين والأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات. كمان من ضمن الأحداث اللي حصلت امبارح الجولة التفقدية اللي أجراها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بمدينة سانت كاترين بجنوب سيناء لمتابعة المراحل النهائية لمشروعات تطوير موقع التجلي الأعظم فوق أرض السلام. رئيس الوزراء أكد أن الزيارة دي بتأتي في إطار المتابعة الدورية للموقف التنفيذي لمكونات مشروع تطوير موقع التجلي الأعظم فوق أرض السلام، واللي بيتم تنفيذه بتكليف من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في إطار مخطط تطوير مدينة سانت كاترين ووضعها بمكانتها الدينية والأثرية وأيضا السياحية. امبارح كمان المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر على صفحته الرسمية على فيسبوك أنه استمرارا لتنفيذ توجيهات سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس الجمهورية، نفذت عناصر من القوات الجوية المصرية بالتعاون مع الأردن عدد من الدول الصديقة والشقيقة عدد من الطلعات ضمن التحالف الدولي لتقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية العاجلة من خلال الإسقاط الجوي على المناطق المتضررة بشمال قطاع غزة. خلينا نتابع التفاصيل.
أخبار كتيرة مهمة حصلت امبارح، أبرزها الجولة التفقدية اللي أجراها دكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بمدينة سانت كاترين بمحافظة جنوب سيناء لمتابعة المراحل النهائية لمشروع تطوير موقع التجلي الأعظم فوق أرض السلام، وتفقد أيضاً عدد من المشروعات السياحية بالمدينة. وأكد رئيس الوزراء إن هذه الزيارة بتأتي في إطار المتابعة الدورية للموقف التنفيذي لمكونات مشروع تطوير موقع التجلي الأعظم فوق أرض السلام اللي بيتم تنفيذه بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في إطار مخطط تطوير مدينة سانت كاترين ووضعها بمكانتها. امبارح حرص الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء على إجراء حوار مع العاملين بمشروع تطوير وتوسعه مطار سانت كاترين في أثناء تفقده للمشروع، وأكد العاملين على مواصلة العمل أيضا خلال شهر رمضان للحفاظ على معدلات التنفيذ، وهو ما أثنى عليه الدكتور مصطفى مدبولي موجها الشكر ليهم على جهودهم واستجاب لطلبهم بالتقاط صورة معهم، مشيدا في الوقت نفسه بمستوى التنفيذ وموجها باستكمال مشروع التطوير بما يسهم في الحفاظ على مكانة المدينة على المستوى العالمي باعتبار المطار هو بوابة دخول الزائرين للمقصد السياحي التراثي بالمدينة. امبارح شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء خلال زيارته لمدينة سانت كاترين مراسم توقيع عقود الإدارة والتشغيل للمكونات السياحية والفندقية لموقع التجلي الأعظم فوق أرض السلام، وده بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ممثلة عن نفسها وعن محافظة جنوب سيناء وشركة مصر سيناء للسياحة وشركة شتايجنبرجر دويتش هوسبيتاليتي الألمانية بالشرق الأوسط. امبارح المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر على صفحته الرسمية على فيسبوك إنه استمراراً لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بمواصلة المشاركة في تقديم كافة أوجه الدعم لرفع عبء نقص الاحتياجات الأساسية للأشقاء الفلسطينيين بقطاع غزة، نفذت عناصر من القوات الجوية المصرية بالتعاون مع المملكة الأردنية الهاشمية وعدد من الدول الصديقة والشقيقة عدد من الطلعات ضمن التحالف الدولي لتقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية العاجلة من خلال الإسقاط الجوي على المناطق المتضررة بشمال قطاع غزة. امبارح المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر على صفحته الرسمية على فيسبوك إن الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي صدق على الإعلان عن قبول دفعة جديدة من المتطوعين للانضمام لصفوف القوات المسلحة وأيضاً الأدلاء أو قصاص الأثر لصالح قوات حرس الحدود اعتباراً من يوم الاثنين الموافق 1/4/2024، وأيضاً الإعلان عن قبول دفعة جديدة من المجندين المرحلة التجنيدية الثالثة يوليو 2024 من كافة المؤهلات الدراسية وغير ذوي المؤهلات والمقرر استقبالهم اعتباراً من يوم الأربعاء الموافق 27/3/2024.